بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه بكم. موالي لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح كنهكم ومن الوصف قدركم. أسعد الله أيامكم أعزائي المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله صيامكم وقيامكم وركوعكم وسجودكم. أسعد الله أيامكم بهذا الشهر، شهر الفضيل، شهر رمضان المبارك، وعاده الله علينا وعليكم باليوم والبركة والخير إن شاء الله. نبدأ إن شاء الله أول حلقات برنامجنا الليالي الرمضانية، الذي إن شاء الله بحوله وقوته سيكون يوميا في تقريبا قبل هذا التوقيت، ونعتذر لهذا الخلل الفني الذي جعلنا نتأخر هذه الدقائق عن البث المباشر، كما أنه بالأمس كان خلل لم نستطيع أن نتجاوزه ولم نستطيع أن نظهر على الهواء مباشرة. وإن شاء الله بحول الله وقوة سنستمر خلال شهر رمضان في هذا التوقيت إن شاء الله لمدة ساعتين في برنامج مع سماحة الشيخ ياسر الحبيب، ويبدأ بورقة بحث دائما، وبعدها سيتلقى الأسئلة والاستفسارات على ورقة البحث التي سوف يطرحها. بالبداية يسعدني أن أرحب بضيفي سماحة الشيخ ياسر الحبيب. مساك الله بالخير شيخنا. أسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بخير. أسعد الله أيامكم وأيام الأمة الإسلامية أجمع، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله دعواتكم إن شاء الله. إن شاء الله. سماحة الشيخ، حبيت أنك تتفضل إن شاء الله في ورقة البحث، وبعدها سنتلقى الأسئلة من الإخوان المتصلين. تفضل سماحة الشيخ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء لقول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلموا، فيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأسر السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ورحمة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعد مع بداية هذا الشهر الفضيل أن أوجه كلاما لأبناء الطائفة المخالفة لنا. أقول لهؤلاء أن على خلاف ما يروجه فبراءكم عنا، وعلى خلاف الصورة التي يصورون فيها، إنهم يصورون لكم على أن أعداءكم وعلى أن نريد لكم الشر. ويشهد الله تبارك وتعالى أننا نريد لكم الخير، وأننا نحبكم، وأننا إنما نتحسر على الضلال الذي أوقعكم فيه.
فيه هؤلاء الكبرى. نحن إنما نريد أن نرفع تلك الغشاوة عن أعينكم، الغشاوة التي لا تجعلكم تبصرون الحقائق، الغشاوة التي تمنعكم من أن تكتشفوا الحق، ولا حق إلا مع محمد وآله صلوات الله عليه. إن كبراءكم يوهمونكم أن الحق يمثله أنفال أبي بكر وعمر وعائشة. ليس الأمر هكذا، هؤلاء هم أعلام للكفر والضلال، هؤلاء هم الذين اختطوا خط الانحراف على الرسالة الإسلامية الحقيقية. أنتم ضحية 1400 عام من التجهيل والخداع والتضليل والمؤامرات والألاعيب السياسية. لا نريد أن تبقوا ضحينا هذه الألاعيب وهذه المؤامرات. لا نريد أن نراكم بعيدين عن طريق يوصلكم إلى جنان الخلد. نتألم حين نراكم تمشون هكذا نحو جهنم من حيث لا تشعرون. لهذا إني أوجه ندائي إلى أبناء الطائفة الأخرى أن أفيقوا، أفيقوا يا أيها الأعزاء، نحن نريد لكم الخير، نحن لا نريد لكم الشر. كل ما نريده لكم هو أن تقفوا على الحقائق التي يخفيها عنكم كبراءكم، هؤلاء الذين يشوشون عليكم ويحجبون عنكم ما ينبغي لكم أن تعرفوا. وظيفتنا هي أن نظهر لكم أمام أعينكم ما كان خافيا عنكم. إني في هذه الليلة أضرب لكم مثالا واحدا من أمثلة شتى على هذا التضليل وعلى هذا الإخفاء المتعمد للحقائق الذي مارسه كبراءكم فحرموكم من نور الهداية. وعليكم أن تعلموا قبل أن أضرب لكم هذا المثال أن الطائفة التي يمتنع زعماؤها عن إظهار الحق ولو على أنفسهم هذه طائفة مهزومة. الطائفة التي يعمد شيوخها وأئمتها وأعلامها إلى التحريف وإلى طمس الحقائق وإلى دتر المعلومات والأحاديث والروايات والآثار، هذه طائفة لا تفعل هذا إلا لأنها تعلم أنها على ضلال. ولذا يقوم هؤلاء الكبراء بالتحريف، يقوم هؤلاء الكبراء بالتعتيم على الأدلة التي وصلتنا عبر التاريخ. لماذا يقومون بذلك؟ لأنهم لا يريدون لكم
يا أبناء المخالفين، لا يريدون لكم أن تعرفوا هذه الحقائق فتنتقلوا إلى الإسلام الحق وتشايعوا محمدا وأهل بيته الطيبين الطاهرين صلوات الله عليه أجمعين. لا يريدون لكم أن تعرفوا هذه الأمور وأن تكتشفوا أنكم كنتم على وهم بل أوهام، لأنه إن كشف لكم ذلك لانتقلتم إلى التشيع ولبرئتم إلى الله تبارك وتعالى ممن انقلب على رسوله صلى الله عليه وآله وعلى من خانه تحل لعنتكم فيما بعد. هذا النموذج الذي أطرحه لكم أو هذا المثال هو لأحد كبار أئمتكم، بل هو الأكبر في تلقيكم منه الحديث، إنه ذلك الرجل الذي تسمونه الإمام البخاري. هذا الرجل خدعكم، كذب عليكم، فلاعب في الأحاديث التي أخرجها في صحيحه حتى يقتطع منها ما يمكن أن يؤثر في هدايتكم واكتشافكم للحق والحقائق. هنالك حديث أخرجه البخاري، هذا الحديث أخرجه في كتاب النفقات من صحيحه في باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله، ورقم الحديث 5358. والحديث مفصل وطويل، وحاصله أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهما تخاصم مع العباس عم النبي صلى الله عليه وآله في ميراثهما وميراث أهل البيت من النبي صلى الله عليه وآله وفي الصدقات، فجاء على حد زعم من روى هذه الرواية أي البخاري وشيوخه، جاء مختصمين إلى عمر بن الخطاب الطاغية الثاني، وجرى نقاش كان من بينه شهادة عمر على نفسه وعلى صاحبه أبي بكر بن أبي قحافة الطاغية الأول، شهادته عليه وعلى صاحبه بأن عليا والعباس يدينان كل من أبي بكر وعمر ويعتبرانهما آثمين غادرين فاجرين خائنين. هذا هو الحديث الحقيقي، هذا ما شهد به عمر على نفسه وعلى صاحبه، هذا ما نطق به. ومعنى ذلك ما هو؟ إن هذه الصورة الخيالية التي يرسمها أعلامكم عن العلاقة فيما بين أولئك الذين يسمونهم صحابة لم تكن كذلك، لم تكن العلاقات فيما بينهم علاقات طيبة،
ما كانوا يعدلون بعضهم بعضا أن يحكم كل واحد منهم بعدالة الآخر، بل على العكس كان بعضهم يطعن في عدالة الآخر. ما كانوا على صفاء من القلوب، ما كانوا على تواد وتراحم كما يخدعكم به كبراءكم. لو كانوا جميعا على هذا فكيف يطعن علي صلوات الله عليه بشهادة عمر؟ كيف يطعن في أبي بكر وعمر ويعتبرهما آثمين غادرين كاذبين خائنين تخوين وتكذيب وتأثيم ورمي بالغدر من قبل من؟ خليفة رسول الله وباقي مدينة علمه الإمام علي صلوات الله عليه. هذا الحديث ينسف النظرية البكرية التي توهمكم بخلاف الحقيقة. هنا نجد في صحيح البخاري أن البخاري أخرج الحديث عنه، ولكن انظروا هنا إلى خيانته، انظروا إلى تحريفه وتزويره، انظروا إلى تلاعبه في لفظ الحديث ونصه حتى لا تكتشف الحقيقة. الحديث كما قلنا أخرجه في صحيح البخاري كتاب النفقات، باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله، رقم الحديث 5358، وأقتطع منه هذا الشاهد أن عمر يقول موجها كلامه لعلي والعباس: ثم توفى الله نبيه فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله. فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل به فيها رسول الله وأنتما حينئذ، وأقبل على علي وعباس تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا. هنا أضع خطا تحت هذه العبارة: تزعمان أن أبا بكر ماذا؟ كذا وكذا. والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق إلى آخر الحديث. هاتان الكلمتان كذا وكذا وضعهما البخاري الكذاب المدلس، وضعهما في هذا الموضع من الحديث حتى لا تكتشفوا ماذا قال عمر بالضبط، وكيف شهد على نفسه وعلى صاحبه بأن حكم علي وعباس عليهما هو هذا. نفس الرواية هذه أخرجها من؟ قرين البخاري عندكم وهو مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد والسير، رقم الحديث 3302، والنص فيه هكذا: أن عمر يقول لعلي والعباس: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها، فقال أبو بكر: قال رسول الله: ما نورث ما تركناه صدقة. فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا
والله يعلم أنه لصادق بار راشد تابع للحق. ثم توفي أبو بكر. قارن الآن بين النصين، أرجوكم أيها الأخوة، دعوا نص البخاري ونص مسلم وانظروا إلى التلاعب والتحريف الذي قام به البخاري. النص في مسلم هكذا: فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا، والله يعلم أنه لصادق بار راشد تابع للحق. ثم توفي أبو بكر. لكن النص عند البخاري ماذا؟ تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا، والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر. لماذا قمت أيها البخاري بوضع كلمة كذا وكذا مقابل أو في محل كلمة كاذبا آثما غادرا خائنا؟ يريد أن يحجب عنكم الحقيقة، لا يريد أن يصلكم أن علي والعباس طعنا في أبي بكر ووصفوه بالكاذب الآثم الغادر الخائن، كما لا يريد لكم كذلك أن تعرفوا أن علي والعباس طعنا كذلك في عمر بشهادة عمر على نفسه ووصفوه بنفس هذه الأوصاف. إذ في تتمة الرواية عند مسلم يقول: ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله وولي أبي بكر، فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا، والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق. أنا الآن يرى علاقتي بالحديث من جهة ثبوته، من جهة أنه ما المراد به. أي تأويل أيضا لهذا الحديث ليس الآن شيء، لأن المخالفين يقولون أنه لا كان على سبيل الاستفهام مثلا، يعني هكذا يقول: أفرأيتماني كاذبا آثما خائنا. ومعلوم أن هذا تأويل سخيف بارد. لماذا؟ لأن الأمر إن كان هكذا لما اضطر البخاري لأن يحذف هذه الكلمات والأوصاف والطعون الشديدة ويضع محلها كلمة كذا وكذا. أنا لا علاقة لي الآن بالتأويلات، أنا كلامي فقط في نقطة واحدة: لماذا البخاري تلاعب في نص الحديث؟ لماذا وضع كلمة كذا وكذا حتى القارئ لا يفهم، لا يعرف الحقيقة؟ هذا الذي نحن نتألم لأجله أو بسببه، أن كبراءكم هؤلاء يحذفون من الأحاديث ما شاءوا ويتصرفون فيها ويتلاعبون حتى لا تكتشفوا. لو لم يكن البخاري عالما بأن مذهبه باطل، لو لم يكن عالما أنه على ضلال، لما حجب عنكم هذه الألفاظ التي وردت في هذا الحديث. لو كان واثقا من دينه ومذهبه لجعل الرواية ورواها كما هي وأدرجها في كتابه. لماذا تلاعب بها؟ لأنه لا يريدكم أن تكتشفوا الحقيقة. هل تجدون في روايات أعلام الشيعة تصرفات كهذه؟ تحريفات وتلاعبات كهذه؟ هات لنا رواية نحن عندنا فيها كلمة كذا وكذا في مثل هذا المقال. لا نتلاعب بالأحاديث بما فيها الأحاديث التي قد تبدو ليست في صالحنا، لكن لدينا نتعامل مع هذه الأحاديث بأمانة علمية ونخرجها في كتبنا. نعم نناقش في
سنجمع في متنها نقول رواية ضعيفة، متنها مختل مضطرب هذا صحيح، مردودة غير مقبولة، ولكن لا نستحل أن نكذب، لا نستحل أن نحذف من الأحاديث ما نشاء ونضع كذا وكذا. هذا إنما هو تصرف من هم يعلمون أنهم على باطل ويريدون الاستمرار في سياسة التجهيل والاستغفال لأبنائهم، فلذلك يفعلون هكذا في كتبهم ويتصرفون بالحديث ويتلاعبون فيها. والحمد لله الذي فضح البخاري، لأنه فاته أن مسلما سيأتي بالرواية هذه كما هي، وغير مسلم جاءوا بها كما هي. ظن البخاري أحمق أنه يتمكن من إخفاء الحقيقة بتلاعباته وتصرفاته في صحيحه، وفاته أن هنالك غيره، وأن الله عز وجل سيعمي أبصارهم فيخرج على ألسنتهم وعلى أيديهم الحق من حيث لا يشعر. هذا فقط نموذج واحد من نماذج التحريفات والأكاذيب والتلاعبات والتدليس الذي يقوم به كبراءكم، وهذا أحد أكبر كبرائكم. ألا يحترمن الواحد منكم عقله؟ ألا يحترمن كرامته فيبتعد عن تسليم زمام دينه لأمثال هؤلاء؟ أمثل البخاري جديرا بأن تعول على ما يخرجه من الحديث؟ وها هي ذا فضيحته. نحن إنما نوجه لكم هذه الرسالة، هذا شهر الغفران، شهر التوبة، شهر العودة إلى الله تبارك وتعالى. ما أحلى أن تعودوا إلى الله فتوالوا أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم، وتبرأوا من أعدائهم لعنات الله عليهم، فتضمنوا لأنفسكم سعادة الدنيا والآخرة. ما أحلى أن تعودوا إلى الله فتنبذوا أمثال هؤلاء البخاري وغير البخاري ممن خدعوكم، خدعوا آباءكم، خدعوا أجدادكم، هؤلاء من الأئمة الذين يدعون إلى النار. عودوا يا قوم إلى أئمة أهل البيت، عودوا إلى الإسلام الحق، عودوا إلى آل محمد صلوات الله عليهم، ترون الخير كل الخير في الدنيا والآخرة، وتضمنوا لأنفسكم الجنة. أما هذا الطريق فهو طريق النار والعياذ بالله. سأواصل إن شاء الله تعالى حديثي معكم في الليالي القادمة في هذا المجال، كشف الأكاذيب والتلاعبات والتصرفات التي قام بها هؤلاء وتسببوا في بطاء هذه الضلالة في هذه المنطقة. على هذه بوابة البحث القيمة، واستفدنا منها. بس سماحة الشيخ عندنا تساؤل في أحاديث عند الشيعة يذكر فيها فلان وفلان كحديث أو رواية عن أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، حينما أتاه سهم ذي ثلاث شعب فخضب به شيبته وقال أبغى هكذا حتى ألاقي جدي وأقول له يا جدا قتلني أبو بكر وعمر. ولكن أصحاب أرباب المقاتل استبدلوا بها فلان وفلان، فما المقصود بفلان وفلان، وما لماذا أخفي عنا هذا الاسم؟ يعني إني أفهم سؤالك على هذا النحو،
التي تريد أن تقول أنه مثلما هم تصرفوا في بعض الأحاديث فوضعوا كذا وكذا أو فلان وفلان فكذلك عندنا. والجواب إن هنا فرق بين المقامين. هذا الحديث أساسا كحديث الحسين عليه السلام قتلني فلان وفلان على ما دون وعلى ما يقال، هذا الحديث لنا لا علينا، بمعنى أن إذا ما افترضنا وقوع تغيير فيه فهذا لم يكن يرجع لإحساسنا بأن الحديث يديننا فلذلك نحن تصرفنا فيه، لا على العكس. إن من الواضح أن هذا الحديث حيث أن فيه اتهاما مباشرا وصريحا من قبل سبط رسول الله سيد شباب أهل الجنة صلوات الله عليه، اتهام صريح منه ومباشر لأبي بكر وعمر بأنهما قتلاه، إذ قال أقول يا جد قتلني أبو بكر وعمر. من الواضح أن من كان ينقل هذا الحديث ويحدث به ويرويه خصوصا إذا كان يعيش في تلك الأزمنة زمان بني أمية أو زمان بني عباس فإنه كان يتعرض للقتل، وكذا من كان يدون هذا الحديث وأشباهه كان يتعرض للقتل لأنه يعتبر هؤلاء قد مس بصنميهم. وذلك حديث شريف عندنا عن الإمام الصادق صلوات الله عليه مضمونه أنه يوجه كلامه للشيعة، ضربوكم على عثمان 80 سنة فكيف لو ذكرتم صنميهم؟ فتحاشيا للقتل، تحاشيا لإزهاق النفس وتعريض النفس للهلاك، وضع المدونون الشيعة أو من جمع الأحاديث منهم أو رواتهم وضعوا مكان أسماء الطغاة كلمة فلان وفلان أو رموز أخرى كالجبت والطاغوت مثلا كحبتر وزريق مثلا. هذه الكنى والرموز إنما وضعت في الأحاديث لدفع القتل عن النفس حماية للنفس من القتل، لأنها وضعت من أجل إخفاء حقيقة لا يكتشفها أو لا يراد لأبنائنا أن يكتشفوها، فبالتالي يكون هنا الأمر مماثلا لما صنعه البخاري. فهي الأمر فيه فرقا أو بين الأمرين فرقا. أحسنت سماحة الشيخ، وإن شاء الله راح نرجع على هذه النقطة، بس ناخذ اتصال بالأول من الأخت أم حبيبة من السويد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسنتم. وصلاح حقيقي في تضاع علينا فيه، نحن ما نقول
أحسنت يا أختي، لو سمحت يا أختي محبين البخت أسأل الله يخليك. أحسنت بارك الله فيك، وهذا إن شاء الله هذا الشهر إن شاء الله إحنا في البداية، وإن شاء الله تقدرين تتداخلين في الأيام المقبلة إن شاء الله وتقولين كل اللي عندك. بارك الله فيك أختي، وأسعد الله أيامكم مرة ثانية. إن شاء الله إن شاء الله أسمعكم أسمعكم وجزاكم الله خيرا، وإن شاء الله ترين ما يسرك إن شاء الله في هذا الجانب بحوله تعالى إن شاء الله. أحسنت، وناخذ اتصال من الدنمارك من أبو محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. من معي؟ أنا أبو رضا، عفوا من الدنمارك أبو رضا. حياك الله أخوي أبو رضا، تفضل. كل عام وأنتم بخير. الله يخليك إن شاء الله. الصوت واضح، لو سمحت ممكن انت بس تطول ترفع صوتك لو سمحت. تفضل. نعم. نعم. نعم.
نعم ان شاء الله وصلت فكرتك، وان شاء الله نطرحها على سماحه الشيخ. بس ناخذ اتصال من الاخ ابو ايات من الدنمارك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هلا أبو إبايات، مساك الله بالخير والعافية. كل عام أنت بخير، تقبل الأعمال إن شاء الله، صلاتكم وسلامكم إن شاء الله. أحسنت، بارك الله فيك. نعم نعم الله يخليك. أحسنت أحسنت، بارك الله فيك، رحمة الله عليها إلى يوم القيامة. ناخذ نجاوب على الأسئلة إخوان، ولا ناخذ اتصال من الأخ من الجزائر حزين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخوي عزيز، حياك الله، بارك الله فيك. حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. نعم تفضل. هل الفطور إلى غروب الشمس أو إلى الليل؟ أحسنت إن شاء الله، راح نجيب على هذا السؤال. بارك الله فيك، الله يثبتك على الإسلام إن شاء الله، إسلام الحق إن شاء الله. هنيئا لك إن شاء الله، هنيئا لك. حياك الله أخي عزيز. ناخذ اتصال من أبو عبد الله من ألمانيا. السلام عليكم. السلام عليكم أبو عبد الله، وياي الخد. أعتذر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخوي أبو عبد الله، بارك الله فيك. الحمد لله، تفضل دعائكم. حياكم. أيوة نعم، حياكم الله بأهل الجنوب. نعم 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 نعم
تمثيليات تمثيليات كلها تمثيليات. نعم نعم والله أخوي عبد الله ما أعتقد أحد يصدقهم، يعني هذين أشكالهم واحد أهبل من الثاني، ما أعتقد أحد يصدقهم. هذا من القهر أخوي عبد الله، ميتين قهر من الشيخ. وبعضهم يحبون يشتهرون على حساب سماحة الشيخ. المهم وصلت فكرتك أبو عبد الله، بارك الله فيك وكل عام وأنت بخير. إن شاء الله، بارك الله فيك، مشكور أخوي عبد الله، الله يخليك. الله يبارك فيك. الله يتقبل، الله يتقبل أعمالكم إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ناخذ اتصال من الأخ محمد من ألمانيا. السلام عليكم. نعتذر على شوية تأخير إخوان، إحنا عندنا قاعد نستخدم تقنية جديدة وبالأخير في طور التجربة، فتكون تأخير شوية، فاعذرونا وخلوا بالكم طويل معنا. الأخ محمد من ألمانيا، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. الحمد لله، نحمد الله ونشكره. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أحسنت أخوي محمد، بارك الله فيك. وطبعا هذا البرنامج موجه باللغة العربية، مع احترامي وتقديري لكل الإخوان يتكلمون باللغة الفارسية. نجاوب إخوان الوقت في الاتصالات شوي، خلنا نبدأ نجاوب لأن أعتقد الوقت محدود اليوم عندنا. الأخت أم حبيبة من السويد اتصلت وحبت أن الشيخ يتكلم عن موضوع أن القنوات النصرانية اللي تهاجم النبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وتغارنا بالمسيح سلام الله عليه، طبعا من غير عدالة وإنصاف، ويصفون النبي صلى الله عليه وآله بأنه إرهابي، فتحب أنك تتحدث عن هذا الموضوع. أنا أعمل من الأخت الكريمة أن تتابع سلسلة محاضراتنا التي هي بعنوان البحوث القرآنية، فإن في شطر منها تناولنا هذا الأمر وردنا على اليهود والنصارى وأعداء الإسلام، ردنا عليهم هذه التهمة بالفعل، وبينا بشكل واضح أن في كتابهم هم الذي يسمونه الكتاب المقدس
نصوص صريحة تدعو إلى الإرهاب وسفك الدماء وقتل الأبرياء بمن فيهم الأطفال. وذكرناها من العهد القديم والعهد الجديد على السنة. وإن شاء الله تعالى تدعو لنا الأخت المكرمة وسائر الأخوة الكرام لأن نوفق لأن نواصل هذا الطريق ونرد تلك المطاعم إلى نحور أصحابها. ولكني هنا أقول قاتل الله البخاري وقاتل الله من سمى نفسه أو سمي مسلما مسلم الميسابوري وقاتل الله أرباب صحاح الأحاديث والمؤرخين التابعين للفرقة البكرية الذين أخرجوا في كتبهم كل هذه الأكاذيب والافتراءات على ساحة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله فوفروا مادة خصبة لأعداء الإسلام ولأعداء النبي صلى الله عليه وآله كي يتخذوا هذه الموضوعات ويجعلوا منها سهاما يطلقونها باتجاه الإسلام ونبي الإسلام العظيم صلى الله عليه وآله وبأبيه وأمه. وقاتل الله عائشة الخائنة التي بدأت طريق الكذب على رسول الله وشوهت صورته وسمعته وألصقت بساحته الطاهرة الأمور الفظيعة والأكاذيب الكثيرة التي حطت من قدره وصورته بصورة الرجل الإرهابي الدموي المتعجرف الشهواني الجنسي كل ذلك إرضاء لذاته المريضة. هؤلاء الأعداء من اليهود والنصارى ومن أشبه إنما أخذوا كل ذلك من عائشة ومن أبي بكر ومن عمر ومن بعدهم كأمثال البخاري وغير البخاري. لولا هؤلاء لما استطاع أولئك أن يوجهوا مطاعنا إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. فحربنا نحن حرب طويلة على هؤلاء وهؤلاء على كل من يمس شعرة من النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم على كل من يمسه ولو بحرف ولا أقول بكلمة. إنا سنرد على هؤلاء وعلى هؤلاء فليوفقنا الله عز وجل ونرجو دعاءكم. أحسنت شيخنا على الإجابة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. الله يبارك فيك تقبل الله أعمالكم إن شاء الله. الأخ من ألمانيا فيصل أو من النرويج؟ ونعم نعم الزيادي. حياك الله. حياك الله. I don't know.
بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير. بارك الله فيك. سلام. ناخذ اتصال من الأخ فيصل من ألمانيا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم أخوي فيصل، أنت على الهواء مباشرة، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام بخير، مقبول الطاعات إن شاء الله. أحسنت، بارك الله فيك. بارك الله فيك. نخبر رضا كان عنده سؤال حول الطرح اللي تطرحه قناة فدك، ويقول إن الدعوة الإسلام تكون بالعدل، ونحن نطرح أشياء لا قيمة لها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويجب أن نداري الخواطر، وهذا هو ديدن المراجع الذين يراعون هذه النقطة، مداراة الخواطر والوحدة بين المسلمين. أظن أن هذا الأمر سبق وناقشناه في أكثر من محاضرة، وقلنا أنه لا منكر في عالمنا اليوم وفيما بين أمتنا أعظم من مظاهرة أعداء الله تبارك وتعالى، وهذا الأمر لا بد من النهي عنه. فقد جاء أبو حنيفة إلى الإمام الصادق صلى الله عليه وعلى آله أكثر من مرة لأكثر من محاضرة. جاء أبو حنيفة إلى الإمام الصادق صلى الله عليه وسأله عن المعروف والمنكر، فأجابه الإمام عليه السلام بأن المعروف علي صلوات الله عليه، فأمر بالمعروف أمرا بولاية علي، والمنكر أبو بكر وعمر، فالنهي عن المنكر النهي عن ولاية أبي بكر وعمر. وأما ما صنعه بمداراة الخواطر فهذا يكون ضمن الحدود الشرعية، لا ما يتجاوز الحدود الشرعية، وإلا فإنه لا يجوز مثلا مداراة الخواطر والقعود عن تبليغ التوحيد. وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله لم يدعو إلى خلع الأمداد والأوثان وتوحيد الله الواحد القهار مداراة لخواطر قوم، لكنه لم يفعل ذلك. وكذلك أمير المؤمنين عليه السلام حين حارب عائشة وطلحة والزبير وجنده لم يدار خواطره، وإنما كان لا بد له من أن يرفع السيف في وجوههم إحقاقا للحق وإسهاقا للباطل. وكذلك صنع أئمتنا صلوات الله عليهم وأصحابهم الأبرار والعلماء الأخيار، ولهذا مضوا شهداء في طريق الحق.
فالذي يقوله الأخ من أن ما تطرحونه ليس فيه نفعاً هذا ظلم كبير لنا. إنه لو تتبع جيداً ما نطرحه في محاضراتنا وما يطرحه الأخوة الآخرون الذين يقرون على قناة فلك المباركة إن شاء الله تعالى لوجد أن الطرح الذي نطرحه عموماً يتسم لتسمية الأشياء المسميات قل لي أنت بربك يا من سألت أليس مذنة أمام أهل الخلاف أن يكتشفوا أن البخاري كذاب مثلا وأنه جلس وتلاعب في هذه الرواية التي بدأت بها حديثي ووضع مكان الألفاظ الصحيحة أو الصريحة وضع كلمة كذا وكذا أليس هذا مهما أن يبان لأهل الخلاف حتى يكتشفوا الحقائق؟ فكيف تقول انه لا نفع فيه؟ كن منصفا. لو انك تابعت جيدا لعلمت انه هذا الطرح كم سبب من تشيع وابتلاء الكثيرين بحمد الله تعالى الى الولايه الحق والبراءه الحق. فلا تتوهمن امرا ليس له واقع ولا تسئ الظن باخوانك. وادع لنا بالهداية كما ندعو لك بالهداية إن شاء الله تعالى. الاتصال من الأخ وآيات من الدنمارك قال أن في صحيح البخاري 303,000 حديث موضوع. طبعا هذا على حد تعبيرهم هم من الفرقة المخالفة، مع أنهم يصفون البخاري كالقرآن الذي يحلف على البخاري بالطلاق فطلاقه تام لصحة البخاري لديهم. فكيف نوضح للمخالفين حقيقة البخاري وحقيقة الأكاذيب التي موضوعة في البخاري؟ هذا كان سؤال أبو آيات. يعني الذي نقله ليس كلمة الطائفة البخاري وإنما طوائف شفت عنها. الطائفة البكرية كلمتها التي اتفقت عليها صحت كل ما في البخاري. نعم هنالك بعض الطوائف الشاذة عنها ممن بدأت تحرر عقولها أكثر، بدأت تناقش فيما رواه البخاري، وبدأت تجرأ على أن تشكك في صحته كله، وضعفت قسما من أحاديثه. ولكن هؤلاء ليسوا السواد الأعظم من الفرقة البكرية. صحيح أن فيهم بعض علماء الأقدمين الأجلاء الذين حتى طعنوا في البخاري وزندقوه أيضا، يعني رموه بالزندقة. إن شاء الله هذا بحث سيأتي وسأكشف كل هذه الملفات بإذن الله تعالى، الملفات الخطيرة والحساسة التي قد تصدم المخالف للوهلة الأولى، لكني أرى أنها من المهم طرحها حتى يكتشف هذا المخالف أي خديعة كان هو ضحيتها. فمع أنه كان هنالك من زندق البخاري وطعن فيه، إلا أن هؤلاء بقوا يعني طائفة أقل، بقوا أقلية في وجه السواد الأعظم من أتباع الدين البكري الذين اعتبروا البخاري كالقرآن الثاني. ولذلك لا يعتد بمن يقول اليوم منهم إنه لا يؤمن بكل ما في البخاري، لأن هذا يكون شاذاً عن أصول طائفته. فنناقشه على حدة أنه لم تكن تؤمن بكل ما في البخاري، فإذا يتحول النقاش إلى نقطة أخرى. نعم شيخنا، بعد كان عنده سؤال ثاني عن سؤال فقهي عن صيام المكلفين، يعني كالصغار السن من البنات والأولاد الذين بدأوا بالصيام، وهناك في الدول الأوروبية تكون عدد ساعات الصوم تكون طويلة
لأن النهار لديهم طويل جدا، فهذا يحدث تنفير لهم من موضوع الصيام. فكيف نستطيع أن نتعامل مع هذه المشكلة؟ يعني إن لم تكن تلك الفتيات التي بلغن التوبة، إن ما كن قادرات على الصوم وكان الصوم يضر بهن، فبالإمكان أن يصمن طبقاً لمواقيت مكة المكرمة أو كربلاء المقدسة مثلاً، وصيامهن إن شاء الله تعالى مبرم للذمة وهذا للعلم حكم يعم الجميع، يعني حتى الرجل البالغ إن كان يجد عسراً وحرجاً في إتمام الصيام في البلاد الغربية التي يطول فيها النهار على المعدل الطبيعي الذي يتحمله بدنه، فله كذلك أن يصوم طبقاً لمواقيت مثلاً كربلاء المقدسة، فيمسك مع إمساك كربلاء ويفطر مع إفطار كربلاء. وافترضنا كذلك أن هذه البنت المكلفة التي يبلغ عمرها مثلا 9 سنوات وقد كلفت للتو يضر بها الصيام أيضا، والحال هذه فلها كذلك أن تمتنع عن الصيام بشرط أن يكون ضررا معتدا به شرعا وعرفا، فلها كذلك أن تمتنع عن الصيام وتدفع فدية عن ذلك إن مسألة لم تكن قادرة على قضائه إلى قابل، يعني إلى رمضان، إلى شهر رمضان قابل. والشريعة الإسلامية شريعة سمحاء، يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى. في الأخ عزيم من الجزائر هم عنده سؤال فقهي، يقول هو تو متشيع جديد، يقول الصيام أو الفطور هل هو إلى الغروب أم إلى الليل؟ هو إلى الليل، والليل يتحقق بزوال الحمرة المشرقية. إذا وقف الإنسان في بعد غياب القرص، قرص الشمس، يلاحظ أولا حمرة مشرقية تظهر، هذه التي تكون من تلك الجهة، هذه الحمرة حين تزول، أي حين تصل إلى مستوى عمود مع رأس الإنسان ثم تزول، لما تزول قبل الحمرة المغربية، هذه الحمرة المشرقية لمجرد أن تزول يدخل الليل ويحل الإفطار، وذلك يكون عادة بعد نحو 10، 15، 20 دقيقة من غياب القرص بحسب اختلاف الآفاق، يعني بعض الآفاق بعد 10 دقائق، بعض الآفاق بعد 15 دقيقة، بعض الآفاق بعد 20 دقيقة، فحتى يطمئن الأخ الكريم، نسأل الله تعالى أن يثبته على الإيمان والحق، حتى يطمئن إلى دخول وقت الليل والانتفاع لأمر الله تبارك وتعالى أن أتم الصلاة إلى الليل، حتى يطمئن للدخول، نوصيه بأن لا يفطر إلا بعد 3 ساعات و20 دقيقة من غياب قرص الشمس أي من الغروب. نعم سمعت شيخ. الأخ محمد من ألمانيا كان عنده سؤال عن إمكانية السحر للمعصومين والنبي صلى الله عليه وآله، لأن عنده مناقشة وهو يقول لا يجوز أو لا يصح السحر لهم. نعم هذا صحيح، لأنه كما بيّن تفصيله في سلسلة التعليقات على الضجة المفتعلة من أنصار عائشة، قلنا هناك
إن السحر هو عمل شيطاني، والساحر إنما يستعين بالقوى الشيطانية لإيقاع المسحور أو الإيقاع به. فلذا كل سحر لا بد أن يكون أن تكون فيه نوع هيمنة من قبل الشيطان على المسحور، وهذا أمر منفي عن أولياء الله تبارك وتعالى. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فلذا لا بد من تنزيه أنبياء الله والأئمة المعصومين والأوصياء صلوات الله عليهم من أن يكون للشيطان عليهم تأثيرا يتحكم فيهم. قد يؤذي الشيطان، قد يترصد للمعصوم بالمحاربة، قد يجرح المعصوم، ولكنه لا يهيمن عليه، لا يتحكم بقدراته العقلية، لا يتحكم بإدراكه، لا يخيل له أنه قد فعل شيئا ولم يكن قد فعله كما تزعم عائشة وكما كذبت به على النبي الأعظم سيد المرسلين صلى الله عليه وآله الطاهرين. فهذا أمر منفي يعصم منه أولياء الله تبارك وتعالى. والبحث في هذا قد فصلناه في سلسلة التعليقات، فللأخ الكريم أن يراجع ذلك. الريادي من النرويج كان عنده سؤالين. السؤال الأول في آية الخمر أن نزل على ثلاث آيات، في الآية الأولى شربها عمر وتزندغ في شربه للخمر، فنزل الله الآية الثانية فقال عمر انتهينا. فما صحة أن الخمر أو تحريم الخمر نزل على ثلاث آيات؟ لقد ذكرنا في بعض أجوبتنا السابقة أننا لا نعتقد بأن الخمر كانت مباحة أو الخمر كان مباحا في بدو الشريعة الإسلامية كما يزعمه أهل البدع، ولكننا نعتقد بأن الخمر محرمة في جميع شرائع الأنبياء ومنذ بداية الشريعة الإسلامية، منذ بداية بعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، كان هذا الحكم واضحا ومعلوما وأبلغه النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين. أما قصة هذه الآيات الثلاث التي نزلت فهي من باب التشديد، أن الله عز وجل يشدد أمر شرب الخمر، يشدد ذلك، ولذلك نزلت هذه الآيات بألفاظ متنوعة ومدلولات أو مدلول متنوعة. وفي كل الأحوال جريمة الطاغي عمر وإثم اتساع الخمر ثابتة، جريمته ثابتة وإثمه ثابت، كما بيناه تفصيلا في إحدى أجوبتنا السابقة إذ أثبتنا أن الرجل قد أقدم على تناول الخمر حتى بعد نزول الآية الثالثة، واستمر على ذلك إلى آخر يوم من حياته، وكان يقول اسقوني نبيذا. وهذا النبيذ أثبتنا أنه النبيذ المسكر، لا أنه كما يكذب كبراء المخالفين على أبنائهم تبرئة لعمر أو محاولة لتبرئة عمر من أنه ما كان النبيذ المسكر وإنما كان مطلقا النبيذ. من أراد فليراجع ذلك إن شاء الله في أجوبتنا على الموقع الرسمي. أحسنت شيخنا. وفي اتصال طبعا، وكان زيادي عنده سؤال ثاني يقول لماذا عندما يتصلون الموالين على الوهابية لا يناقشونهم
مع أن النقاش يكون من كتبهم. وذكر مثال الأخ فارد الراجي اللي كان يتصل دائما على القنوات الوهابية وما يعطونا فرصة أن يتكلم، مع أن المناقشة تكون من كتب الوهابية أنفسهم. فنأخذ اتصال أول بعدين نجاوب على السؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله خير، عساك فلك عامتك خير. علينا عليك، تقبل أعمالكم إن شاء الله. نعم. أحسنت، مشكور، إن شاء الله راح يجاوب عليه الشيخ مهند وتقبل الله أعمالكم إن شاء الله. وآخر اتصال إخواني خلنا أخذها من الكاظمية حتى ننهي البرنامج وبعد إجابة الأسئلة. نأخذ اتصال من الأخ محمد من الكاظمية. السلام عليكم. الأخ محمد من الكاظمية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك بحياتكم إن شاء الله ويتقبل أعمالكم إن شاء الله. والله تفضل موجود بس في تأخير بخمس ثواني في الكلام. إن شاء الله بارك الله فيك أخوي محمد وتقبل الله أعمالكم إن شاء الله. الله يوفقك إن شاء الله أخوي محمد وبارك الله فيك وتقبل الله أعمالكم ويعيد عليكم هذا الشهر بالخير واليمن والبركات إن شاء الله. أخوي نفس زياد من النرويج كان عنده سؤال عن لماذا يتصلون الإخوان الشيعة الموالين على القنوات الوهابية وما يناقشونهم، دائما يتهربون منهم يغلقون الهواتف في وجوههم. خوفا من الحق خلق الوطن. احسنت شيخنا. الاخ فيصل انظر الان طرحت ورقه بحثيه واثبتت فيها ان البخاري كذاب وحرف في الاحاديث، اين ردها؟ والآن تسجل هذا التحدي وأنا ما أدري ليش هكذا قدري، يعني أنه دائما في كل بث مباشر كنت أتصور حقيقة حتى تنهي انطلاقة القناة أنه سيتصدى لي بعض منهم في حلقات البث المباشر، ما وجدنا أي شيء، دائما أطرح ورقة البحث ومن يتصل منهم إما يرد بضعف جدا وإما يشط عن الموضوع أصلا ويذهب إلى مناحي أخرى وإما أصلا يسكت منذ البداية، وأنا أعلم بأنهم يشاهدون، الأمر واضح أنهم الآن يشاهدون ويعلمون، تعالوا وابحثوا عن البخاري أو لا أقل تعالوا وناقشوا حتى يبان أمام أبنائكم أية خديعة أنتم تقومون بها له. شيخنا الأخ فيصل من المانيا اتصل وسأل سؤالين. السؤال الأول، الإمساك هل هو فرض؟ الإمساك قبل صلاة الفجر هو فرض أم سنة؟ وكم الفترة قبل الصلاة؟ أما الإمساك الذي يكون مقدمة قطعية لخلو حق جوف الإنسان أو حق الإنسان خلوه من الطعام بحيث أنه يحرص
أنه مع دخول الوقت الشرعي فإنه لا يتناول شيئا، لا يقع في بطنه شيء، فهذا واجب. مقداره ممكن أن يكون دقيقة، ولكن الكلام لأن لا نعلم أنه الوقت الشرعي بالدقة كيف يبدأ، حتى هذه الجداول التي تكون فيها أرقام مواقيت الصلاة وما أشبه هذه لا اعتبار بها شرعي، إنما هي أوقات تقريبية بناء على حسابات فلكية معينة. فلذلك يحسن بالإنسان المؤمن أنه يمسك قبل الوقت الشرعي بفترة يحرز فيها ويطمئن فيها إلى أنه لم يتناول شيء، وأن الوقت الشرعي لم يدخل عليه وهو يتناول الطعام. وهذه الفترة تقريبا يعني مدة 20 دقيقة ربع ساعة كافية في الإنسان. نعم، سمحت شيخ عنده سؤال ثاني يريد باختصار لأنه باقي 5 دقائق لانتهاء برنامج. عنده سؤال يريد توضيحات أكثر للعالم ككل أن الفرق بين الشيعة على حد تعبير السنة والبكرية يقصد، لأن النظرة في العالم الغربي أن الإسلام إسلام إرهابي، فنقول لهم هل هناك عمليات إرهابية من قبل الشيعة أم هذه العمليات كلها من تحت تدبير الوهابية؟ لا تسعني 5 دقائق لتفصيل الفروقات بين التشيع وما يطلق عليه التسمى. وعلى أي حال أن أنا في كثير من المحاضرات والخطابات تفصيلا في هذا الشأن ذكرنا فيه أن إسلام محمد وعلي وآلهم الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين يختلف تماما الاختلاف عن إسلام أبي بكر وعمر وعائشة وأضرابهم عليهم لعائن الله. وهذا الأمر لا شك أنه من المهم أن يظهر أمام المجتمعات الغربية التي تخلط بين الإسلام الحقيقي الإنساني العادل والإسلام المزيف الظالم المنحرف الذي جاء به أهل السقيفة وبنو أمية وبنو عباس، إسلام السلطة، إسلام الحكومة. هذا الأمر يحتاج من الإخوة الغيورين على الإسلام، يحتاج منهم دراسات الإخوة الأكاديميين عليهم أن يطرحوا هذا البحث بقوة في الجامعات الغربية حتى يظهر الفرق بين الإسلام. أحسنت. إن شاء الله تعالى أسأل الله أن يوفقنا لبيان ذلك والتفصيل في إسلام أكثر في المستقبل. شيخنا الأخ أبو مهند يريد هل مصدر رواية أن الرواية المعروفة أن أبو بكر عند ذهابه للسقيفة صادف أمير المؤمنين وأخرج له الرسول صلى الله عليه وآله إلى آخر الرواية. فسؤال اللي حبه أن هل هذه الرواية مذكورة بالبخاري؟ هذه رواية معروفة عندنا، والآن لا تحضرني كل مصادرها، لكن بإمكان الأخ الكريم أن يرجع إلى كتاب مدينة المعاجز للبحراني، وهناك يجد هذه الرواية ومصادرها كذلك، وهي للعلم بألفاظ متنوعة، وحاصلها أنها تكشف عن اعتقاد أبي بكر وعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ساحرا وكذا هاشم، حتى أن في إحدى ألفاظ الرواية يقول عمر صراحة لما ينقل له أبو بكر هذا الأمر يقول أما علمت بسحر بني هاشم. وهذه الرواية لم أجد أنا لها نظيرا في مصادر أهل الخلاف أو من طرقهم، ولكن هنالك قرائن من مصادرهم على تقوي هذه الرواية وتصب في مصدرها. من بين تلك القرائن ما نقلناه في سلسلة محاضراتنا بعنوان كيف زيف الإسلام،
من أن أبوابك فما في طرقهم هم تعلقت شيء ذات مرات الإخفام. وقال أبيات في ذلك تحسر فيها على مشركي قريش في بدر وفضح في ذلك ولكن تستر عليه. وجاءت ابنته عائشة فيما بعد في محاولة لتبرئة أبيها زعمت أن الذي شرب الخمر وقال هذه الأبيات رجل آخر يقال له أبو بكر لا أنه أبو بكر أبوها رأي من كريم حافة. وهذا أمر واضح. أحسنت. الأخ محمد والكاظمية يقول عندما لم نلعن المنافقين كأمثال أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة هل ماذا يحدث في السماء وهل ينطبق عليهم أن أبواب النيران مغلقة في شهر رمضان المبارك؟ أبواب النيران مغلقة في شهر رمضان المبارك حماية عن أن الله تبارك وتعالى يبعد التائبين والمستغفرين عن ورود جهنم، لأنه يبعد الكفار والظلمة المتعنتين والمصرين على ظلمهم وليهم كأمثال أبي بكر ومن أشبه، ولأنه يخرج من كان في النار منها. وأبو بكر وعمر وعائشة من أشبههم في النار، وأبواب جهنم تنغلق معهم ولكن تنغلق عليهم من داخل النار. أحسنت صباحة الشيخ. وما يسعني في نهاية هذا البرنامج إلا أن أستغفر الله لي ولكم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.